بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جديد على قناتي سميره كويزين. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كالامار مقلي بطبقه مقرمشه كيجي كيدوب في الفم بحال المحلات وحسن. غادي نحضروه في البيت بطريقه اللي سهله وبسيطه. كنتمنى يا ربي ان وصفتنا اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو انكم تبارطاجيوه وتخليو لنا لايك للتشجيع وتشتركوا معنا في القناه باش دائما يوصلكم الجديد. نبداو على بركه الله. عندي كميه ديال الكالامار كيكون منظف ومقطع الى دوائر. غادي نرطبو او نرقدو عفوا في عصير ديال حامضه كبيره ليمونه حامضه مده ديال على الاقل واحد نص ساعه باش كيفتت ليه الانسجه وكيجينا الكالامار كيبحال الزبده كيدوب في الفم. ضروري نرقدوه مده لا باس بها. خديت اناء كسرت فيه حبه من البيض. غادي نضيف ليها رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسود، وكذلك رشه من بودره الثوم المجفف تقريبا واحد ربع معلقه، ومعلقه صغيره من التحميره او البابريكا. فاذا كنتو كتزوروا القناه لاول مره فما تنساوش انكم تدعمونا بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. خليونا نوصلوا هذا الفيديو لعدد كبير من اللايكات وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده للجميع. بعد ما ضفت التحميره غادي نضيف ملعقه كبيره من نشا الذره او لا مايزينا، ومعلقه تاع الدقيق الابيض او الفورص، وغادي نضيف 4 ملاعق كبيره من الحليب السائل. تكون عندنا الخلطه او التتبيله اللي غادي نعملوا فيها الكالامار واجده. كنخلطها جيدا بالطراب يدوي حتى كتنسجم، وكناخذ الكالامار كنعصرو من داك الحامض اللي رقدناه فيه، ما حشتناش بالحامض في التتبيله. صافي هو ادى الوظيفه ديالته، غيخلي لنا الكالامار يجي فتي وكيدوب في الفم. فكنعصرو على هذا الشكل باش كنتخلص من العصير ديال الحامض، وكنعمل الكالامار في هذيك التتبيله، ومن بعد كنهزو من ديك التتبيله كنوضعو في طبسيل اللي عمرتو او عملت فيه لا شابلور بهذه الطريقه هذه. كنفند الحبات نتاع الكالامار جيدا في ديك التتبيله، وكندوز كذلك نفندهم في لا شابلور باش كيجيونا حرشين وناشفين ومقرمشين، ما كيشربوش نهائيا الزيت. صافي غادي نفند واحد الكميه باش نبدا نقلي بسرعه. هنا كنكون عملت كميه من الزيت على النار كتسخن، ومباشره كنبدا نوضع الحبات نتاع الكالامار بهذه الطريقه هذه. كذلك السر الثاني بعد الترقاد في العصر ديال الليمون الحامض، وهو المده ديال الطياب. ما نكثروش ليه الطياب، الكالامار ما كيبغيش مده طويله ديال الطياب، كيبغي غير مده قصيره على الاقل 4 5 ديال الدقائق ما يفوتهاش، والا غيرجع لكم بحال المطاط، غادي يجيكم يابس وما غاديش تقدروا تاكلوه. نصيحه من عندي، مده ديال الطياب تكون قليله بسرعه، غير كيذهب كنزولوه من النار من الزيت عفوا. كتشوفوا غير كيشد راسو. غادي نقلبوا للجهه الثانيه تقريبا دقيقه دقيقه ونص، كنقلبوا للجهه الثانيه اللي كنشوفوه الذهب وكنزولوه من النار كيكون واجد. غادي نجدد الترحاب بالمشتركين ديالي، وكنتمنى ان شاء الله اننا نكونوا عند حسن ظنكم. اي طلب، اقتراح، نصيحه، استفسار، وحتى انتقاد بناء علاش لا، مرحبا بكم من خلال خانه التعليقات. كنوجه الشكر الكبير لكل المتتبعين سواء من المشاركين القدام او الجدد، كنشكركم على الدعم والتشجيع المستمر. صافي بعد ما كياخذ واحد اللون ذهبي كنبدا نقلب الحبات نتاع الكالامار بهذه الطريقه هذه. صافي كنزولهم، كنستعمل النصفات باش كينزل منهم الفائض نتاع الزيت. يعني طريقة اللي سهله جدا، وكيجينا بحال ديال المحلات اللي كناكلوه على برا، كيجي فتي كيدوب في الفم بواحد الطبقه اللي مقرمشه. كنتمنى يا ربي ان وصفتنا اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وخليونا نوصلوا هذا الفيديو لعدد كبير من اللايكات. غادي نستمر هكذا. انا من بعد غادي نوضع الحبات نتاع الكالامار في طبسيل فيه كلينكس نتاع المطبخ باش كيمتص الفائض نتاع الزيت. غادي نستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها هي. وما بقى لي في نهايه الفيديو ان نتمنى لكم دوام الصحه والعافيه، ونضرب لكم موعد في فيديو قادم باذن الله، وكنقول لكم استودعكم في حفظ الرحمن ومع السلامه.